موجودين على البوفيه تمام زي ما حضرتك شايف كده. اتفضل حضرتك هنا تخش على قسم الجرد من دي السلطات. قسم الجرد نبدا بالسلطات، ثمان انواع تصنيع سلطات غير الفريشات غير الفرنش دريسنج والموجود كاتشب والمستردة طبعا عشان الجماعة بتوع تروبتر بيحبوا يموتوا في الكاتشب والمستردة خصوصا لما يكون في مشاوي على الشوايه. النهاردة معانا مشويات صح؟ اه طبعا ان شاء الله. نيجي حضرتك هنا قسم السمك عندنا رز ابيض مع خضار سوتيه مع سمك فرايد مع بومبر فنسال مع بدنجان جريتان وده بيف منسي حضرتك. جميل يا شيف. وعندنا الفراخ طبعا على الشوايه بره تمام. وعندنا لاين تاني عشان الزحمه او لو كان عندنا ضغط في الاكيوبنس عندنا بيبقى عندنا لاين تاني زي سيم خلال حضرتك موجود هنا حضرتك عايز نتفرج صورتك. عليه برده كده نتفرج عليه العمله بتوعنا هو نفس اللاين اللي حضرتك صورته دلوقتي موجود بنفس البرزنتيشن بنفس الامكانيات. خش على قسم الديزرت حضرتك عندنا موجود عندنا ده حلواني شابوه يعني احنا بنرفع له القبعه لان ودي بشهادتكم طبعا بشهاده الناس بتوع تروبتل تمام واخد بال حضرتك. عندنا في الترط اللي هي الموجوده والسواري مع الفروت اللي هو الكنتالوب. الله ينور يا شيف محمد. الله ينور عليك يا شيف محمد. يعني الريحه